ساعات ورح نطلع من الحصار على شيء معناته أفظع اللي هي تنجيم. بعيدا عن أمعائهم الخاوية، عن قهر الحصار وألمه تماما في القلب، احتفظوا بحلمهم بوطن حر للجميع. دفعوا عنه وحملوه معهم في رحلات التهجير القصرية من بيتهم إلى بيوت وخيام في منفاهم الداخلي داخل أسوار الوطن، لكن تحت صوت جلاد آخر. من المكان الذي اعتقدوا أنه الملاذ الأخير، أكثر الأماكن أمانا بعيدا عن يد نظام الأسد، عن معتقلاته ومسالخه البشرية، خطفتهم أيدا سوداء، قطفت خضرة عالمهم الذي ما فارقهم، أسكتت صوت أناشيدهم واعتقلت طريق الحرية التي تخشى أن يعم وينتشر في آخر معاقل الأمل. لافتة واحدة تطالب بالحرية لأبناء السويداء من يد داعش، ومنشور على الفيسبوك دعا فيه أهالي بلدتي كفريا والفوعة بالعودة إلى منازلهم. كان هذا سببا كافيا على ما يبدو لتنبيه غربان الظلام على وجود صوت ما زال يؤمن بأن سوريا وطن للجميع. سريعا كان اعتقال ياسر السليم بن كفرنبل الناشط الحقوقي لتحقيق العدالة. من منا لا يعرف عنفوانه؟ هو الصامد بوجه الجوع وصاحب الصوت العالي بوجه التطرف، هو الناجي من رصاصات الغدر في مضايا هناك وسط الحصار. المعتقل هنا في إدلب آخر معاقل ثورتنا، أمجد المالح، وأيضا هناك في سجن العقاب، سجن هيئة تحرير الشام. أياد بيضاء مسحت جراح الجميع من مدنيين ومقاتلين، أياد لم تختر النجاة الفردية ولم تغادر، فضلت البقاء لمسح جراح المصابين. وربما تلك الأياد عالجت يوما ما اليد التي تعتقلها اليوم. كوادر طبية وإغاثية هم الآن في سجون هيئة تحرير الشام. دون أسباب، دون مبررات، تمر الأيام قاسية عليهم في سجنهم، وتستمر هيئة تحرير الشام باعتقال المزيد من الأصوات التي ما زالت تؤمن بدولة الحق والعدالة للجميع، معيدة إلى الأذهان قصص وحكايا الناشطين الناجين من معتقلات الأسد الذين اعتقلوا بذات الطرق ولنفس الأسباب، لتتركنا أمام السؤال الأبرز عن حجم امتلاكنا للقرار داخل آخر معاقل ثورتنا.